ويا مساء الخيرات على أجمل متابعين متابعين شركة الجمع الشامل. جاهزين لتغطية اليوم؟ تغطية اليوم زي ما شايفين إن شاء الله راح نبدأها من الدور الثاني من مركز مقسم التحف. منتجات جديدة ومميزة بانتظاركم، لا تفوتوا السنابات الجاية. ما يحتاج تتكلفي بتزيين بيتك، ممكن قطع بسيطة وأنيقة بنفس الوقت تغير لك ديكور بيتك 180 درجة، خصوصا مع هذه المزهريات اللي وفرناها لك اليوم بتصميمها الجميل واللي أكيد راح تعجبكم. شوفوا معاي قد إيش التصميم جميل وما يتفوت، راح تكون مزهرية اصطناعية أو مثل مزروعات اصطناعية سيراميك وبعدة أشكال، زيني فيها الطاولات، رفوف المكاتب أو المطبخ راح يطلع شكلها جميل جدا. طبعا كلها راح تكون بالحجم الصغير، راح تاخذين كل قطعة بسعر 5.75 ريال. هلا بس سيراميكي بهمين الأبيض واللون الأسود، وهذا الشكل راح يكون في منه لون واحد اللي هو اللون الذهبي. طبعا بالنسبة للألوان راح يكون في منه ثلاث ألوان، الرمادي والبيج واللون الأسود الفخم، وحتى هذا الشكل راح يكون في منه لونين. وللي يحبون الأشياء أو التحف الغير اعتيادية الغريبة الملفتة للنظر، مالك اللي تاخذين هذا التحف على شكل جمجمة. ايش رايكم بالشكل؟ للأمانة شكلها غير اعتيادي، اول مرة اشوف زي هذه التحف، جميلة جدا، زيني فيها بيتك او حتى تنفع كمان للشباب، ممكن تحطونها في المكاتب راح يطلع شكلها جمالي. في منها عدة الوان وراح تاخذون القطعة الواحدة وبسعر 5.75 ريال. حلو. اكثر قسم كذا استمتع لما اشوفه تغذية بصرية اللي هو قسم الورد، ما شاء الله قسم جدا واسع ويفتح النفس، جميع الاشكال والالوان من الورود الاصطناعية. خلوني اصور لكم القسم كامل بالتفصيل بالسنابات الجاية. ورد التوليب، ايش احكي لكم عنه، قد ايش الالوان زاهية، اكيد راح يطلع اجمل لما تحطينه داخل الفازات. وفرنا لك منها درجات الوردي الاحمر، عندك كمان اللون الابيض وعندك البنفسجي. خلوني اوريكم صور اوضح لها لما تحطين بالفازه، وراح تاخذين الباقه كامله زي كذا بسعر 5.75 ريال. هلا. وصل اخيرا الزين كله اللي كلكم بانتظاره، ديكور جداري لاصق اللي راح يغير لك ديكور بيتك 180 درجه وباقل تكلفه وبالسعر اللي حفى قلبك. طبعا راح يكون لاصق تلصقينه في الجدار، في السقف، على الادراج، او حتى ممكن تحطونه عند شاشات التلفزيون، راح يطلع شكلها يعني ما احكي لكم قد ايش راح يطلع حلو. في منها اكثر من لون وراح تكون طبعا على شكل مرايه كذا زي ما شايفين. خلوني اصور لكم الاشكال بالتفصيل بالسناب الجاي. والجديد من الديكور الجداري الاشكال اللطيفه هذه، طبعا هذه اشكال حسيتها كذا تنفع للمطابخ، لغرف الاطفال او حتى للحمام وانتم بكرامه. شوف معي جمال الاشكال، عندك كذا اشكال هندسيه بالشكل المربع ما بين الاحمر الاصفر، وعندك الابيض الساده، وعندك اللون الوردي. كما راح يكون مقاسها 30x30 سم. جمال وفخامة وتوفير، وفوق كذا في عروض خيالية ما تلقونها، أكيد تلقونها في مكان واحد في شركة مجمع شامل. ما راح تتخيلون العرض الخيالي والجبار اللي سويناه لعيونكم اليوم. الستاند هذا كامل راح تاخذون قطعتين منه بسعر 5 ريال. خلوني اصور لكم التفاصيل بالسناب الجاية. للحين انا مو مستوعبة العروض الخيالية هذه، متخيلين راح تاخذون الصواني الخشبية او المعدن والقاعدة الخشبية الانيقة هذه واللي ولا كأنها ب5 ريال، الثنتين مع بعض من اي شكل انت حابته من هذا الستاند الجميل والانيق، صدقوني راح تفيدكم كثير، سواء للاكواب للشموع تاخذينها لو عندك مناسبة للتوزيعات راح تفيدك كثير. راح تاخذين القطعتين وبسعر 5 ريال. تحسبون خلصنا من الدلع كله؟ باقي ما شفتوا شيء، الستاند هذا كامل عليه عرض، راح تاخذون القطعتين مع بعض وبسعر 5 ريال. صحون خشبية أنيقة جدا ولا كأنها بخمسة للأمانة. كمان هذا القسم أو الستاند كامل، بصور لكم الأشكال بالتفصيل، تابعوا السناب الجاي ولا تروحوا بعيد. صواني مصنوعة من أجود أنواع الخشب، ومو بس كذا عليها عرض القطعتين وبسعر 5.75 ريال. هلا. عندك ما بين الشكل العادي وما بين الشكل المقسم، للفطور للفواكه للحلويات راح يطلع شكلها جمالي جدا. في منها اللون الأبيض وعندك الذهبي والأسود، اختاري منها اللون اللي يناسبك.
استغلوا الفرصة، ما راح تتكرر هذه العروض الخيالية. لو ما حاب أصواني بشكل مربع وفرناها لك بالشكل الدائري، نفس العرض الخيالي اللي يبقى قلبكم ما بين المقسم وما بين الشكل العادي وما بين الأبيض والذهبي، وعندك كمان اللون الأسود. استمتعي بمطبخك حرفيا، لما تكون الأدوات أنيقة وجميلة تفتح النفس، راح تخليك تستمتعين في الطبخ، وتحديدا مع هذه الملاعق الأنيقة اللي وفرناها لك اليوم. ستيل عالية الجودة، ما تصدي أبدا، معها نقبة خشبي سواء في الاستخدام في المطبخ أو حتى على طاولة الأكل. راح يكون في منها 6 أشكال مختلفة، حجمها حجم جدا مناسب. راح تاخذين كل قطعة باللون الذهبي وبسعر 5.75 ريال حلالة بس. ومين باقي ما جربت صواني المرايا؟ ترى فاتك كثير. تعالي نورينا في المركز وخذي هذه الصواني، صدقيني ما راح تندمين عن تجربة أنيقة جدا على التسريحة أو حتى لضيافتك، مهما كانت شوكلت، تحطين عليها أكواب، على تسريحة للعطورات، تحطين عليها المناكير، تفرديني باستخدامها. في عندك المستطيل والمربع والدائري، وبأكثر لونين مطلوبين الفضي، وعندك اللون الذهبي.